هزمك 7 مرات في 30 ثانية. النمل بيتاوب زي الإنسان لما يقوم من النوم بالظبط. النوم على الظهر بيزود نسبة تعرضك لكابوس. لو سميت إن في ريحة جبنة في البيت بدون سبب، احتمال كبير ده تسرب غاز. متفتحش النور أو المروحة أو أي جهاز كهربائي، لأن البيت هينفجر. افتح الباب والشباك الأول ببطء. الطنان هو الطائر الوحيد اللي بيقدر يطير ويخلي. أكتر بلد في عدد مكتئبين في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، غريبة مع إنهم بيستمتعوا بمشاهدة قتل المدنيين. 95% من اللي بيشوف الفيديو ده مش مشتركين في القناة. صلي على النبي وحطيت عليه، وما تنساش اللايك واشترك معانا.